مصرع وإصابة 4 أشخاص، تريلا تشيح ب13 سيارة على الدائري اتجاه الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الطريق الدائري بالجيزة تصادم سيارة نقل تريلا مع 6 سيارات ملاكي وأخرى ربع نقل و6 سيارات أخرى في اتجاه الجيزة. أسفر الحادث عن وفاة 2 وإصابة 2 آخرين. تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغاً باصطدام تريلا و12 سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري في الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بالخدمات المرورية وتم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفى وجاري إعادة تسيير الحركة المرورية على الدائري. حادث تصادم تريلا ب13 سيارة على الدائري في اتجاه الجيزة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يسلم يا رب. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.